بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن المكافحة الأمراض الفطرية في الخيار الشتوي، تمام؟ وإحنا عارفين طبعا أن الخيار الشتوي مشاكله كتيرة جدا 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 بالنسبة للأمراض الفطرية. فهنقول أن الأمراض الفطرية بالنسبة للخيار بتنقسم إلى قسمين: أمراض فطرية على المجموع الخضري، ومجموعة وأمراض فطرية بتكون على المجموع الجذري. والمجموع الجذري المكافحة بتاعتها سهلة جدا وما فيهاش مشاكل كتير ولا فيها لت وعجن كتير، تمام؟ فعلشان تكافح وتعمل وقاية كويسة وإنك ما تعالجش مدى حياتك، بالنسبة للخيار لابد انك انت اول حاجة تحدد الطريقة اللي انت هتزرع بيها. هل هتزرع شتلة او هل انت هتزرع بذرة زي حالاتي كده؟ لو هتزرع بذرة زي حالاتي كده والبذرة طلعت، بمجرد ما تطلع او حتى وهي لسه بتنبت ممكن تبدأ تحقن المبيد الفطري بتاعك. طيب لو انا عايز احقن مبيد فطري هختاره ازاي؟ هنختار المبيد الفطري بتاعنا على حسب ظهور الاعراض او ظهور او مدى وجود الفطريات عندي في التربة. طب ودي نعرفها ازاي؟ هل ظهرت عندك قبل كده الاعفان؟ هل ظهرت عندك اعفان جذور قبل كده؟ لو ظهرت عندك اعفان جذور قبل كده يبقى لازم تستخدم مبيد كويس، وانا ما رجح لكش غير اليونيفورم وما فيش غيره. تقول لي بقى مش موجود، مش هو تجيبه او تبحث عن المواد المفعلة الموجودة فيه وتجيبها وتبدأ تشتغل باليونيفورم، تمام؟ او بتشتغل بالشجرين، ودول من اقوى المبيدات، ومع اني برجح اليونيفورم لو ظهر عندك اعفان في التربة قبل كده. طب لو ما ظهرش، يكفيك التوبسين، انك تحط التوبسين، او يكفيك انك انت تحط المنكت مع الروزليكس، الاثنين تخلطهم مع بعض بالمعدلات اللي هم مكتوبة على العبوات بتاعتهم، تمام؟ دي اللي انا اقدر اقوله لك. طب لو هتزرع بالشتلات يبقى لازم تحذر نفسك من حاجتين، اول لازم تحمي نفسك بحاجتين. اول حاجة انك انت تسقي الصواني بتاعتك، ولازم تسقيها مبيد كويس يا جماعة قبل وهي لسه داخلة من باب البيت كده. هو توقف العامل وابدأ اسقي او غطس الصينية بتاعتك، المجموع الجذري بتاعها تغطسه في المحلول التشجرين او محلول اليونيفورم، تمام؟ تبقى انت كده الدنيا عندك كويسة وكده وبس. لا، لو عندك اعفان كرر القصة كمان مرة بمجرد ثبات الشتل عندك. ليه ثبات الشتل؟ لان انا عايز يحصل امتصاص بالنسبة للجذور، تمتص المحلول دهوت. فالجذور انت لسه بتجيبها على ما بتبدأ تشتغل وبتطلع مجموع جذري كويس، يبقى على الورقة التالتة او الرابعة، مجرد بس ما بتشتغل معايا على اليوم الخامس او السادس بنبدأ نسقي الشتلات بتاعتنا بمحلول كويس. وبرضو انا بقول ممكن نجيب محلول كويس او مبيد كويس زي اليونيفورم، وندوبه في مية عشان نحافظ عليه، يعني ما نضخوش، لازم في شبكة الري بالتنقيط. ممكن ندوبه في براميل مية نص جرام في اللتر، ونبدأ جنب كل واحدة كده، جنب كل نبات كده، وبنحط كوباية مية حوالي 100 سنتي ولا 150 سنتي. هلاقي الموضوع معايا تمام التمام ومش هيحصل حاجة. لو حسيت بأي حاجة في نص المحصول ممكن تدي أي مبيد من المبيدات اللي هي هادية شوية ديت بالنسبة للمجموع الجذري بتاعك، تمام؟ هنتكلم بعد كده في البيت التاني عن الأمراض الفطرية اللي بتصيب المجموع الخضري. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتك. بنكمل مع بعض برنامج المكافحة الأمراض الفطرية بالنسبة لنبات الخيار الشتوي.
الخيار زي ما حضراتكم شايفينه كده، على فكرة ده تقريبا كملنا 40 يوم، 42 يوم، وبرضو بكرر الأخ اللي كان ناشر فيديو 39 يوم والراجل يعني مبسوط قوي بالخيار، احنا بنقول لك معذرة انت لسه يعني، والله بقولها لك محبة، انت لسه يعني صغير في المهنة، فحاول تدرس القصة كويس. يعني 39 يوم اوصل 2.5 متر، اعتقد حضرتك في مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا، لان الـ النبات مش هيتحمل او مش هيجيب كل اللي عنده على الثمار اللي موجودة عليه، ففي مشكلة، في مشكلة ومشكلة كبيرة جدا. النبات ادارة بتاعته غلط من الاول خالص لحد الصورة اللي حضرتك صورتها لنا، أنا ما أعرفوش والله، ولكن من باب المحبة أو من باب النصح مش أكتر يعني. خلينا في موضوعنا، هو بنتكلم عن اتكلمنا طبعا في الجزء الأول في البيت الثاني عن الخيار ده محترم صح، بس برضو مش هقول على اسمه. بنتكلم برضو عن الخيار، وبنتكلم عن الأمراض الفطرية الشتوية اللي بقرقني حاجتين وما فيش تالت له، البتريتوس والبيض الزغبي. البيض الزغبي رقم واحد، البتريتوس لو انا رشيت رشتين اتنين، رشت التوبسين ورشت اللي هو السيفونات الميسايل في التوبسين، او ان انا ارش لو حصلت عندي اصابة، ومع انك لو رشت توبسين من الاول خلاص مش هتحصل اطلاقا اصابة، اطلاقا مش هتحصل في الـ او مادة في الخيار او مادة الفينكسامايد او اللي هي في التليدور، تمام، علاجي محترم جدا، او مادة الفينكسامايد دي محترمة جدا في البتروتس سواء كان للطماطم او للخيار، ويريد بعد التقليم على طول نرش الرشة ديت، لان المشاكل بتجيلنا من القطعات اللي احنا بنقطعها، تمام. عندنا البياض الزغبي يا جماعة، البياض الزغبي أنا عندي خمس مركبات، هم الزنبرو ده في المملكة العربية السعودية، وده شركة باسف أهو، باسف تمام، وعندنا شركة باير مطلعنا البايفيدان، تمام، وهقول لي أنا ذكرت البايفيدان بالذات، وعندنا الفيلنت، وعندنا الإنفينيتو أهو، وعندنا الأكواجين برو زي ما حضرتك شايفه كده، تمام، وعندنا البيرفكيور انرجي او البيرفكيور ام تقريبا، المهم عندنا البيرفكيور بتاع شركة باير. بس البيرفكيور بيض زغبي كويس، بس الجرعة بتاعته هو غالي، والجرعة بتاعته بتتحط غالية 2.5 سنتي على اللتر، تمام، وفترة التحريم بتاعته عالية، فعشان كده يعني ممكن ما بنرجحوش، ولكنه في بالنسبة للتربة طبعا محترم جدا 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 على التربة، تمام. لا والله ممكن نستخدمه هو على الخيار خمس أيام أهو، خمس أيام زي ما حضرتك شايف أهو بتاعته، خمس أيام أهو، تمام، فأعتقد أنه هو يكون كويس، تمام، نرش منه بيض زغبي محترم جدا. طيب رشة البيفيدان يا جماعة دي بتجيب البياض الدقيقي، وانا ما عنديش بياض دقيقي قوي في البرد، يعني في الاشهر الباردة ما عنديش بياض دقيقي بيظهر، كل مشكلتي في البياض الزغبي. امال بيظهر امتى؟ بداية من الجو ما يدفي، مارس وابريل بيبدأ البياض الدقيقي يشتغل عندي شغلة كويس، فعندي البيفيدان. انا مش عندي الفيلنت ده فيه تقريبا الازوكسستروبين او ايه، لا طرف المواد المادة الفعالة اللي فيه فين، ترايفلوكسستروبين المادة الفعالة اللي في الفلنت اهي شركة باير، المادة الفعالة اللي فيها اهي ترايفلوكسستروبين، مادة ممتازة جدا، وده برضو في 3 أيام تقريبا، 3 أيام اهي قدامك اهي، 3 أيام بالنسبة للخيار. يبقى الخيار عندي طلع، بيبدأ أرش البيفيدان. البيفيدان الفترة بالتحريم بتاعته 10 أيام، برشه في الأول وباخد النتيجة بتاعته كويسة جدا، اللي هو البيفيدان دوت عشان كوقائي بياض دقيقي، تمام. ما عنديش أنا بياض دقيقي على فكرة، أنا بستخدم دهون اللي هو الفيلنت ده على فكرة للبياض الدقيقي وللبياض الزغبي مع بعض، وعلاجي ووقائي مع بعض. أمال إيه اللي بتغير؟ زي ما هم كاتبين شركة بيرو، أعتقد إن شركة محترمة جدا،
كل اللي هم عاملينه ان هو بيقول لك انا عايزك بس المعدل بتاع العلاج بيختلف عن المعدل الوقائي بتاعه، فتاخد بالك من القصة دي كويس، هم كاتبين لك اهو، يبقى تبدأ عليه. وخمس ايام يا جماعة، يعني انا بعد ما برش، يعني انا برجح اذا ما حصلتش الاصابة برش الفلنت، اذا ما حصلتش الاصابة بتاع البياض الزغبي انا برش الفلنت، تمام؟ طب اذا حصلت الاصابة، لا لازم اتدخل بالاكواجين برو يا جماعة، لازم الاكواجين برو ممتاز جدا جدا جدا، 40 جرام على الميت لتر مية، 40 جرام على الميت لتر مية، اهو الاكواجين برو. طبعا عندنا في مصر اللون العبوة مختلف شوية، تمام؟ وطبعا الفترة التحريم بتاعته يوم فترة التحريم بتاعته على القرعيات هي 5 يوم، يعني كويس ان انا بجمع على 3 ايام، ويوم في السوق واليوم بتاع الاستهلاك ده هوت والنص يوم اللي قبل كده، يعني اعتقد ان هم 5 ايام هيبقوا بالتمام والكمال، كل ال5 ايام كويس معي. طيب نيجي على الانفينيتو، ده علاج ممتاز جدا 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 بالنسبة لي، طبعا بنرشه في البطاطس برضو للندوات، تمام؟ يعني الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم احنا بنرش منه الفينيتو، ده مشهور جدا يعني، تمام؟ وفي الخيارة هو تنفينيتو 3 ايام يا جماعة، علاجي محترم جدا، 3 ايام، 3 ايام بنرش الانفينيتو. يبقى عندنا علاجي، عندنا الاكواجين والانفينيتو، تمام؟ وفي مادة محترمة جدا برضو اللي هي الزامبرودي برضو بتاعة شركة باسف، ده ممتاز جدا جدا، والمواد الفعالة قدامك هيت لو عايز تنقلها علشان الأميتيو كوترادين وديميثو ميروف، دول المادتين الفعالين اللي في الزامبرو، وده مبيد كويس جدا 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 يا جماعة، اسمه زامبرو، هتلاقيه في بلد تانية مختلف، تمام؟ يبقى المختصر المفيد عندي 3 مبيدات وقائي بالنسبة لي، البياض الزغبي، الانفينيتو، والاكواجيم، والزامبرو. ده باير، ده باسف، ده ديبون، ده باير، ده ديبون، ده باسف. ودايما يا جماعة المبيدات بناخد من الشركات المحترمة دهيا، ليه بقى؟ الشركات تحت السلم مشكلتها في حاجة، أول حاجة ليها إن الجرعات بتاعتها عالية، يقول لك حط جرام في اللتر أو سنتي في اللتر، مع تمن المبيد لو قارنتوهم هتلاقيه بنفس، طبعا أنا ما أعرفش والله حد لا من الشركات دي الثلاثة، بس أنا يعني بحترمها جدا 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 يعني، تمام؟ نبقى عندنا ال3 مبيدات دول علاجي للبياض الزغبي، وعندي الفلنت، وعندي البيفيدان ممكن ندخل بيه، وعندي لو الأمور عندي صعبة ممكن نتدخل برضو بالبرفكيور، ولكن ال3 مبيدات دول علاجي 100 100، محترمين جدا ووقائي. أنا بستخدم الفلنت دهون، وممكن أرش رشة بيفيدان، وممكن أرش رشة توبسين، ورشها كمان أثناء الجمع بتاعي، هلاقي الأمور عندي لا بياض دقيقي ولا بياض زغبي. هقول لحضرتك بس حاجة قبل ما أخلص، مش كل حاجة برضو المبيدات، إدارة النبات نفسه، وإدارة الري، وإدارة التسميد، وإدارة المكافحة، كلها عوامل مالتي فاكتورز في الآخر بتنعكس على اللي النبات بتاعك يكون كويس جدا جدا جدا. لو أنت الرطوبة عندك كويسة، الري عندك يكون بحساب، تمام؟ التهوية عندك تكون ممتازة، لا يمكن لا يمكن أو هتقدر تشيل 50% من قصة المشاكل اللي ممكن تحصل لك في البياض الزغبي. واعتقد البياض الزغبي هو كارثة الكوارث، هو والبتريتوس، بس هو رقم واحد لان هو بيقضي على الاوراق تماما وما بسيبش فيها حاجة. بشكركم، واي سؤال يا جماعة الخير ارجوكم الواتس لما بكتبه عندك مرض، عندك مشكلة في النبات، اما الناس بقى اللي بتدخل انا عندي كم نبات وعايزك تعمل لي برنامج تسميد، صدقني ده بيستغل الناس. ليه؟ لان برنامج التسميد موجود، وانا يعني مش كل يوم هطلع برنامج تسميد شكل، تمام؟
المواد موجودة والنبات موجود والطبيعة اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى موجودة، مش كل يوم هنغير. فبلاش استظراف يعني للناس اللي هي يعني بتستغل الناس ديت. لو عندك مشكلة يا سيدي أنا تحت أمرك، مفيش أي مشكل خالص، بس مش كل يوم أنا عندي كم نبات عايزك تعمل لي، أنا مش فضيلك أعمل لك، ما موجود كله على ال يعني. أنت مش قادر تسيب الأنتمة على التليفون نص ساعة يا عم المهندس صغير وعايزنا نشتغل لك شغلك؟ لا، اعمل شغلك عشان تتعلم، مش عايز تتعلم يكش عنك ما تعلمت. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.